أخبار ثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. أهلا بكم وأهلا بك منى. أهلا بك أشرف، أهلا بالسادة المشاهدين. نستهل هذه النشرة مشاهدين الكرام بأبرز ما فيها من عناوين. السيسي يؤكد لرئيس جنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، وسيلفا كير ينوه لعدم وفاء أديس أبابا بوعدها استئناف المفاوضات. ورئيس الوزراء يبحث سبل مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية عالميا، ويؤكد اتخاذ إجراءات لتقليل أثارها محليا. وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية بالأردن، وزراء حكومة الخصونة تتقدم باستقالتها تمهيدا لتعديل وزاري هو الرابع من نوعه خلال عام. وفي نشرتنا الاقتصادية نتابع: في تقرير لمجلس الوزراء، الاقتصاد الوطني يحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية ويتمكن من تحسين رؤية المؤسسات الدولية تجاهه. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير مياردت، حيث أعرب سيادته عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية مع جمهورية جنوب السودان والإرادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات. وقال الرئيس إنه تم الاتفاق بين البلدين على متابعة المشاورات السياسية بين البلدين في القضايا محل الاهتمام المشترك. كما شدد سيادته على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق السلام في جنوب السودان. وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات بين البلدين تناولت سبل تعزيز العلاقات على مختلف المستويات. لقد أجريت مع أخي الرئيس مباحثات ثنائية مكثفة تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم في شتى مجالات التعاون، حيث تابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو 2021، وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة إلى ما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعها بين الجانبين في مجالي الري وتنمية التجارة والصناعة. واتفقنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة المشاورات السياسية المستمرة بين وزارتي الخارجية للبلدين. وقد توافقنا أيضا على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية للانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق رحبة للتعاون الثنائي، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة. وفيما يخص قضية سد النهضة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، كما أكد الرئيس أهمية استمرار التنسيق القائم والمستمر بشأن مياه النيل وقضية السد بهدف تعزيز الاستقرار بالمنطقة وزيادة التعاون المشترك. تطرقت المباحثات إلى مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات مياه النيل والتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن، إلى جانب استعراض التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أعدت التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن. والأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل. من جانبه، أكد رئيس جمهورية جنوب السودان أنه تلقى وعدا من أديس أبابا باستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة عقب تشكيل الحكومة الجديدة. ونوه سيلفا كير إلى أن رئيس الحكومة الإثيوبية يواجه تحديات لا سيما في إقليم تيجراي قد تكون السبب وراء تأخر استئناف المفاوضات.
في شهر أغسطس ذهبت إلى أديس أبابا لمدة في زيارة استغرقت يوما واحدا، وتلقيت وعدا منهم أنه بحلول شهر أكتوبر ستكون هناك مفاوضات عقب تشكيل حكومة إثيوبيا. إذن مؤخرا لم يتم أي شيء، وطلبت من رئيس الوزراء لأنه ذكر لي أنه بحلول شهر أكتوبر سوف يبدأ المفاوضات، ولكن هذا لم يحدث. كان الرئيس السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية الرئيس سالفا كير بياردات رئيس جمهورية جنوب السودان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر عقبها محادثات موسعة بين الجانبين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد سالفا كير رئيس جنوب السودان، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعرضوا حرس الشرف. Thank you.
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك مع كوريا الجنوبية في عدة مجالات، من بينها مواجهة جائحة كورونا، وكذلك سبل الاستفادة من الخبرات الكورية في الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات الكهربائية. جاء ذلك خلال استقبال سيادة لي بيونغ سيوك بارك برئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، والذي شدد على الحرص المتبادل بتعزيز التعاون الثنائي، خاصة توسيع الاستثمارات الكورية في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد جين ووك هونغ السفير الكوري بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى الرئيس الكوري الجنوبي السيد مون جي إن، مؤكدا سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقة الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس عمق وصدق تلك الروابط والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، التي وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون في كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكوري إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية. من جانبه نقل السيد بارك إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الكوري الجنوبي، مؤكدا الاعتزاز الكوري على المستويين الرسمي والشعبي بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية في مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي للانطلاق إلى الأسواق في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين، ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك في كافة المجالات. حيث أشاد السيد بارك بما تشهده مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس من نهضة شاملة في إطار استراتيجية مصر التنموية 2030. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات. كما أكد السيد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لا سيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلا عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المقدرة لإعادة أعمار غزة. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة سيناريوهات مواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية على السوق المحلية، وشدد مدبولي على ضرورة توفر السلع الاستراتيجية واتخاذ إجراءات تقلل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة. من جانبه شرح وزير البترول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما شرح وزير الزراعة التحديات التي واجهت قطاع الزراعة وعلى رأسها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة،
واقترح وضع رؤية تشمل تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عدة إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتخفيف من آثارها. وخلال لقائه وزير الطيران المدني محمد منار قال رئيس الوزراء إن الدولة تعمل على دعم الخطط المستقبلية والدراسات المقترحة لرفع مستوى أداء قطاع الطيران المدني. أكد مدبولي على أهمية مواصلة تطوير العمل في قطاع الطيران باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني. من جانبه استعرض وزير الطيران مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لمصر للطيران. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك الذي يزور مصر حاليا. وعقب جلسة المباحثات الثنائية عقد مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فضلا عن القضايا محل الاهتمام المشترك. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد استقبل مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء اليمن الذي بدأ زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، حيث أجريت في مطار القاهرة مراسم استقبال رسمية لضيف مصر والوفد المرافق له. ومتواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع بعد قليل. بنسبة مشاركة تتجاوز الثلث الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق تنتهي دون عراقيل، ومفوضية الانتخابات تعلن النتائج النهائية خلال 24 ساعة. وخلال أول محادثات لها مع واشنطن طالبان تحث الإدارة الأمريكية على عدم زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمجلس في كافة المجالات. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نايف الحجرف بمقر الجامعة العربية شدد أبو الغيط على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحجرف والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين. لتوحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا العربية في ظل التحديات الحالية، وقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مذكرة جامعة شاملة تعمق علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الرأي والمشورة بين الأمانتين، أمانة مجلس التعاون وأمانة المنظمة الإقليمية الأم الجامعة العربية، وهناك ذكر للمنظمة الأم وهي الجامعة العربية بشكل إذا نجحنا في تنفيذه فسوف نكون قد نجحنا نجاحا كبيرا في دعم العمل العربي المشترك. تم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. نحن مؤمنين بأهمية التنسيق وتوحيد المواقف، لا سيما وأن هناك كثير من القضايا والتحديات ليس فقط على الجانب الجيو بوليتكس، ولكن أيضا هناك تحديات كثيرة، لعل المناخ، لعل الأمن السبراني، لعل الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، توفير فرص عمل للشباب، تخفيض معدلات البطالة، تعزيز التنمية الشاملة، أي كلها تحديات اليوم يشارك فيها جميع أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. وجود معالي الأخ أحمد أبو الغيط وترحيبه في مراجعة المذكرة التي وقعت في عام 1992 لمواكبة هذه المستجدات، لمواكبة هذه المتغيرات، ولكي نكون أكثر أيضا استعدادا للتعامل مع المستقبل بكل ما فيه من تحديات. المذكرة تهدف إلى المزيد من الترابط بين المنظمة العربية الأم
وبين التجمعات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي الذي يعد من أنجح التجارب في المنطقة في تحقيق التكامل بين مجموعة من الدول العربية. يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تحركات الجامعة العربية لتوحيد الرؤى بين البلدان العربية تجاه العديد من القضايا سواء الاقتصادية أو السياسية، والذي يأتي في ظل العديد من التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. أعلن التلفزيون الرسمي الأردني أن وزراء حكومة بشر الخصونة قدموا استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب. وذكرت مصادر رسمية أن هذا التعديل سيكون الرابع منذ تولي بشر الخصونة رئاسة الحكومة في أكتوبر من عام 2020. يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد كلف الخصونة برئاسة الحكومة بهدف استعادة ثقة المواطنين على خلفية الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. تتواصل في العراق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي يتنافس فيها 3249 مرشحا و21 تحالفا و109 أحزاب على 329 مقعدا في البرلمان. أكدت المفوضية العليا للانتخابات أن الجوانب السلبية التي حدثت أثناء عمليات التصويت كانت بسيطة ولم تؤثر على العملية الانتخابية، كما أشارت إلى أن الانتخابات تمت بشكل عادل وسيتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، كما دعت الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني من أجل الدفع قدما بالتسوية السياسية الشاملة. هذا وبدأت الحكومة اليمنية التحقيق في ملابسات محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة بعد استهداف موكبهما بسيارة ملغومة في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11. ولم يتبين أو لم تتبين أي جهة حتى الآن لم تتبنى أي جهة حتى الآن التفجير الذي يعد الأكثر عنفا في عدن منذ الانفجار الذي استهدف مطار عدن في 30 من ديسمبر الماضي بصواريخ باليستية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أقام المستوطنون صلوات تلمودية في باحات المسجد وحاول موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية منعهم، لكن شرطة الاحتلال تدخلت من أجل تأمين جولاتهم الاستفزازية. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وسلمته استدعاء للحضور أمام مخابرات الاحتلال. يأتي هذا بينما حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين. اختتم وفد من حركة طالبان محادثاته مع وفد أمريكي في الدوحة، وذلك في أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وذكر وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أن وفد الحركة أبلغ واشنطن بأن محاولة زعزعة استقرار الحكومة الحالية في أفغانستان لن تصب في مصلحة أي طرف، وأضاف أن العلاقات الجيدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. هذا ويجري وفد طالبان حاليا محادثات في الدوحة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي. تشهد بولندا تظاهرات يتوقع أن يشارك فيها الآلاف تأييدا لعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي عقب قرار قضائي مثير للجدل قد يفضي إلى خروج وارسو من التكتل القاري. تأتي تلك التظاهرات استجابة لدعوة من دونالد تاسك الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي لأبرز الأحزاب المعارضة البولندية الذي حذر من احتمال خروج بولندا من الاتحاد، وكانت قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بينما تشهد العلاقة بين وارسو وبروكسل بعض التوتر منذ وصول حزب القانون والعدالة الشعبوي إلى الحكم في بولندا عام 2015، وذلك بسبب الإصلاح الواسع للجهاز القضائي الذي يرغب الحزب في إجرائه والذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يهدد استقلالية القضاء، إضافة إلى قرار المحكمة الدستورية في بولندا الذي اعتبر
اعتبر أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد. أعلنت روسيا تعليق جميع رحلات الطائرات من طراز L410 انتظارا لانتهاء التحقيق في تحطم طائرة من ذات الطراز في تتارستان، حيث لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 7 آخرون لدى تحطم طائرة من طراز L410 وعلى متنها طياران و21 من قافزي المظلات بعد إقلاعها في تتارستان وسط روسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وذكرت وزارة الطوارئ أن رجال الإنقاذ انتشلوا 11 جثة، كما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، بينما أوضحت السلطات في تتارستان أن تعطل المحرك ربما كان السبب في تحطم الطائرة، وأن قائدي الطائرة قد أبلغا عن تعطل المحرك الأيسر قبل تحطمها مباشرة. استأنف مطار جزيرة لاس بالماس في أرخبيل الكناري الإسباني عمله بشكل كامل بعد 48 ساعة من إغلاقه بسبب تراكم الرماد المنبعث من انفجار بركان كومبريفيخا، حيث دفع تكدس الرمال الكثيف السلطات إلى إغلاق المطار صباح الخميس لتنظيف المدارج مجددا منذ ثوران البركان، وذلك رغم تأكيد العلماء أنه لا يمكن التنبؤ بمسار ثوران البركان الذي بدأ في 19 من سبتمبر الماضي، حيث اجتاحت حمم البركان جزءا من جزيرة لاس بالماس ودمرت أكثر من 2000 مبنى، كما قطعت الحمم البركانية التي تجاوزت درجة حرارتها 1000 مئوية أكثر من 6 كيلومترات، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 6000 شخص بعد أن دمرت الحمم البركانية أكثر من 600 منزل. محليا، أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة والتي تضم حوالي 2.5 مليون طالب، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا. وخلال تفقد مدرستي سراي القبة الإعدادية ونبار الإعدادية بنات بعابدين، أشار محافظ القاهرة إلى تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية لتوفير أقصى درجات الأمان للطلاب، مؤكدا وجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توفر كافة المستلزمات الطبية. وفي محافظة شمال سيناء، تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عددا من مدارس إدارة العريش التعليمية للوقوف على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 6 اكتوبر لما عبرت القوات المسلحه المصريه ب 449 مدرسة بمحافظة شمال سيناء انتظمت الدراسة في أول أيامها للعام الدراسي 2021-2022، حيث يبلغ عدد طلاب المحافظة 110,000 طالب وطالبة، ويعمل بها نحو 9,000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات، وذلك مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وانتم طيبين جميعا، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ورجعتوا لمدارسكم، وانا عارف ان كل اللي واقفين قدامي دول عندهم اشتياق وحنين للعودة للمدارس، ولا ايه؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب خلاص كده، يبقى انا اطمئنيت ان انتوا يعني مبسوطين ان انتوا في العودة. ولأن بداية العام الدراسي الجديد تتزامن مع احتفالات مصر وشمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ركزت كلمة الصباح والحصة الأولى من الجدول الدراسي في جميع مدارس المحافظة على هذه المناسبة. قدم الجميع التحية لكل قطرة دم سالت على أرض سيناء لاستردادها من براثن العدو. إن احنا بنحتفل خلال هذه الأيام بانتصارات أكتوبر، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا اكتوبر ده اجدادكم، بلاش نقول ابائكم، اجدادكم هم اللي كانوا مشاركين في هذه الحرب، واهالي واجدادنا في محافظه شمال سيناء يعني ضحوا تضحيات كبيره عشان مصر تنتصر في هذه الحرب.
ومع أول أيام الموسم الدراسي الجديد افتتح محافظ شمال سيناء عددا من مدارس إدارة العريش التعليمية، وشدد على ضرورة انضباط العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى المحافظة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. ومع بداية العام الدراسي الجديد، نشرت وزارة الداخلية خدماتها الأمنية أمام المدارس ومحيطها تنفيذا للخطط الأمنية الموضوعة لتأمين سير العملية التعليمية، إضافة إلى وجود خدمات مرورية لتحقيق السيولة المرورية الكافية عند الدخول والخروج من المدارس. صور الخدمات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تتصدر المشهد مع اليوم الأول لانطلاق عام دراسي جديد، وتبعث برسائل طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد احترافية وقدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات وبسط الأمن في ربوع الوطن. احنا بننزل يوميا من الانشطه وتسهيل حركه المرور في الشوارع، ولكن مع بدايه العام الدراسي وبدايه المدارس بيتم تكثيف الحملات المروريه وخدمات المرور امام المدارس لتسهيل وتنشيط حركه المرور على المواطنين اللي بيوصلوا اولادهم للمدارس. وزاره الداخليه وضعت خطه امنيه متكامله لتامين المدارس ومحيطها لضمان سير العمليه التعليميه بكافه عناصرها في هدوء. ووفقا للمخطط له، تنفذها مديريات الأمن وبمشاركة كافة قطاعات الوزارة المعنية، تعتمد على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس وأقوال أمنية تقوم بعمليات تمشيط على مدار اليوم الدراسي لضمان الفاعلية المطلقة في التصدي لأي مظاهر سلبية أو خروج عن القانون. أنا جاية أصلاً بدري، جاية لاقية الشرطة كلها واقفة قدام المدرسة على البابين. النهاردة أول يوم مدرسة، وجينا لقينا ضابط وضابطة واقفين وعربيات شرطة في الشارع، وده ادانا الامان ان احنا مطمنين في اول يوم مدرسه لينا. وقد شهد اليوم الدراسي الاول وجودا مكثفا لعناصر الشرطه النسائيه امام المدارس في استقبال الطلاب في اطار خطه وزاره الداخليه في التوسع في استخدام تلك العناصر في عمليات التامين بعد اعدادهن وتجهيزهن وفقا لاحدث الاساليب لاداء تلك المهام بكفاءه. احنا بنشارك في خطه التامين اللي بتنفذها وزاره الداخليه مع بدايه اليوم الدراسي. عناصر الشرطه النسائيه متواجد اكتر، تواجدنا اكتر عند المدارس اللي بتحتوي على البنات، عشان ده بيخليهم يحسوا بالطمانينه، واحنا بنحس ده في اسئلتهم وفي شعورهم وهم داخلين. انا ليا بنتين هنا في المدرسه، والحمد لله قلبي اطمن اول ما شفت الشرطه قدام المدرسه، وانا هيك مرتاحه لانه بنتي كل ما تدخل مدرسه يكون في شرطه في شيء انا بامن يعني. وقد لفت الانتشار الامني الفعال مع بدايه العام الدراسي الجديد نظر الطلاب واولياء الامور، حيث ثمنوا غاليا جهود وزاره الداخليه في الحفاظ على ابنائهم، ما اشعرهم بالامان والطمانينه. وجود الخدمات الامنيه في الشارع ادتني رساله امان ليا ولبنتي، بنتي قالت لي ما تجيش معايا تاني. انا مطمن عليهم لانهم هم موجودين في مكان كويس ومتامن تماما من كل النواحي الاداريه والامنيه. الاولاد في كل حته شايفين امن، حتى النهارده بقول لبنتي الصبح وانت جايه المدرسه، يقول لي مش عارفه الطريق، وروح لاي عسكري مرور قولي له يعديك، هو ان شاء الله هيعديك. ما شاء الله الشرطه هنا ما شاء الله واخده بالها من المدرسه ومن الاولاد والدنيا تمام، ونشكركم جدا جدا. مظلة أمنية متكاملة بسطتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية بكافة عناصرها، وتؤكد الجاهزية المطلقة للوزارة وفعالية الخطط الأمنية الموضوعة لهذا الغرض وكفاءة العناصر القائمة على التنفيذ، وهو ما انعكس على تلك الوجوه التي تشعر بالارتياح والأمان في ظل شرطة قوية تحميهم. تعكس صورة الخدمات الأمنية الموجودة هنا أمام إحدى المدارس جزءا من خطط التأمين التي تتبناها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية مع بداية عام دراسي جديد، فالصورة مكررة أمام المدارس على مستوى الجمهورية، وتؤكد على يقظة وقدرة الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة الفعاليات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة النقل الانتهاء من تنفيذ مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجة القصير مرسى علم، وذلك ضمن المشروع القومي للطرق الذي يهدف إلى إضافة 7000 كيلو متر إلى أطوال الشبكة الحالية. يخدم هذا المشروع أهداف التنمية الساحلية والفنادق والمجتمعات الساحلية الواقعة على امتداده مسار، حيث يمتد من سفاجة مباشرة إلى مرسى علم.
بتكلفة 1,700,000,000 جنيه أنهت وزارة النقل مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاج القصير مرسى علم بطول 200 كيلومتر، وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يهدف إلى إضافة 7,000 كيلومتر إلى أطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطواله إلى 30,000 كيلومتر. المشروع يأتي استكمالا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كيلومتر جنوب مدينة سفاجة. ويعد المشروع أهم مشروعات الطرق بالمحافظة، حيث يساهم في سرعة الوصول للمدن الرئيسية ويخدم أهداف التنمية السياحية الواقعة على امتداده، إضافة إلى خدمة الحركة الاقتصادية والاستثمارية، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة في تنمية جنوب مصر. وتحظى محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مشروعات في مجال الطرق بإجمالي تكلفة تبلغ 3,000,000,038,000,000 جنيه، وأهمها رفع كفاءة وتطوير طريق الزعفران رأس غارب بطول 103 كيلومترات، ورفع كفاءة وتطوير طريق برنيس الشلاتين أبو رماد حلايب بطول 280 كيلومتر، هذا فضلا عن تطوير ورفع كفاءة طريق القصير قفط الذي يجري إعداد دراسة كاملة عنه حاليا ضمن المحاور العرضية الهامة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل وصعيد مصر. طريق ساحل البحر الأحمر القصير مرسى علم، وباعتباره أحد روافد المشروع القومي للطرق، يعد نقلة نوعية على طريق تنمية ساحل البحر الأحمر على الأصعدة كافة، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية الشاملة. آيات عبد اللطيف، التلفزيون المصري. تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم مالي وخدمي تقدمه الدولة للراغبين في إقامة مشروعات عبر جهاز تنمية المشروعات، وتتيح بها المزيد من فرص العمل وتحقق الحياة الكريمة لأصحاب هذه المشروعات. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. احنا هنعمل المشروع، تخش حضرتك يعني عايز تعمل شغل تاخد المكان، ونقدر نوفر لك كمان سواء كان من خلال الجهاز أو من خلال البنوك تمويل للمشروع اللي أنت عايز تعمله. هكذا هي مصر المنتصرة بمعركة العبور، تواصل انتصاراتها بمعارك البناء والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمصريين بتحقيق حلم كل جاد في إقامة مشروع يسعى إليه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أي شروط. جهاز تنمية المشروعات ما بيديش او ما بنقولش شروط قد ما بنستنى العميل اللي هو ريدي او جاهز او طالب الخدمة. ميزة في الجهاز ان هو متواجد على مستوى كل المحافظات، اللي ما يعرفش مكان جهاز تنمية المشروعات يقدر يتصل بالخط الساخن 16733 يعرف فين المكان بتاعه. ولأن الدول تبنى بالعمل، فإن جهاز تنمية المشروعات يقدم للمستفيدين الدعم اللازم ماديا وخدميا. بيسروا الإجراءات اللي هو إيه؟ استخراج التراخيص، التمويل سواء كان في معدات أو في مواد خام. هم لأن انت عارف حضرتك موضوع الروتين وإجراءات التراخيص في مصر الموضوع بيبقى صعب وطويل شوية، هم بيوصلوا الكلام ده كله. يعني أنا ما بحسيتش بالحاجات دي كلها. الفائدة بتاعتها 5% متناقصة، بتبقى حوالي 3% على 5 سنين، فدي حاجة كويسة كأنك ما تدفعش فائدة أصلا. عملت دراسة جدوى كيفية تعبية المكرونة، قلت لهم أنا محتاجة ماكينة مواصفاتها كذا ومحتاجة عربيتين للتوزيع. بالفعل خدت الماكينه اللي انا محتاجاها وخدت عربيات التوزيع اللي انا محتاجاها، خدت عربيتين. كان في تمويل مالي وتمويل موردين، بالاضافه الى اني كمان زودت النشاط. خلال اخر 6 شهور بقينا بنعبي رز بسمتيو، وبقينا بنعبي رز عادي مصري العادي، وبقينا بنعبي السكر والدقيق. جهاز تنمية المشروعات مع أحد المنظمات الدولية قدر إن هو يصل إلى برنامج تدريبي لمدة 2 يومين، يخلي اللي ما عندوش فكرة يبقى عنده فكرة مناسبة ليه. خلال 2 يومين 14 ساعة تدريب بيطلع بفكرة مناسبة. طب أنا معايا فكرة، طب الفكرة دي هي خليني نبدأ مشروع؟ لا، لسه ندخل على مرحلة أخرى دورة تدريبية، وكل اللي احنا بنقول ده كله ببلاش، يعني زي ما احنا بناخدش منهم مصاريف من العملاء بتاعنا. المشروع الواحد مهما كان حجمه يفتح أبواب الرزق لأسر وعائلات تنتفع به. احنا شغالين هنا لنا سنة، اول ما فتحنا المشروع يعني الحمد لله
الدنيا بقت كويسة واشتغلنا كويس، والمشروع سهل علينا حاجات كتير، وسهل علينا المصاريف عامة. يعني الشغل نفسه كويس معانا، كل يوم لما المشروع يكبر احنا بنكبر معاه، وبيساعدنا وبيوفر الدخل احسن من ما بدأنا. طبعا هو دلوقتي احنا عندنا حوالي من سبع عمال تقريبا، وتقريبا ثلاثة اداريين او اربعة. انا عندي اسرتي بتكون من اربع اولاد، واكبر واحد فيهم مثلا عنده 16 سنة، واثنين توام عمرهم 12 سنة الاثنين، وواحد عنده 3 سنين. معايا أربعة موظفين واثنين من العمال، ومعايا سواق ومندوب، يعني تقريبا 10. الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات تستمر في دعم أصحاب المشروعات ليس فقط محليا وإنما للإنتاج الخارجي والتصدير. بنأهل تدريبات للمشروعات المصدرة، يعني احنا بنعمل تأهيل من أجل التصدير. عندنا برامج تدريبية بنقوم بيها احنا بشكل مباشر أو مع الشركاء، زي نأهل المشروعات ان هي تبقى مصدرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال مورد، خلينا نقول أو حلقة وسيط. خط إنتاج متكامل سواء كان إنشائي أو صناعي، بنعمل معجين وبلاستيكات ولكيهات، دهنات حديد ودهنات أخشاب، وبنسوق في السوق المصري وبره. يعني صدرنا لدولتين، صدرنا لفلسطين وصدرنا لليبيا. صدرت في الكويت، هو مش باسمي انا، كان تعبئه لصالح الغير برضو، ده في حد ذاته كان دافع برضو ان انا ابدا ان انا اصدر تاني. صدرت الهند وصدرت الامارات. بحوافز ضريبيه واجراءات ميسره تتيح الدوله لمواطنيها فرص عمل بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، محققة التنمية الشاملة بجمهورية جديدة أساسها الحياة الكريمة. إيمان توني، التلفزيون المصري. شيرين الوكيل، مشاهدينا الكرام، تأتي حضراتكم الآن بآخر أخبار المال والأعمال بعد هذا الفاصل. أخبار المال والأعمال للثمانية، أهلا بكم. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سياسات الدولة نجحت في تحقيق استدامة لتحسن المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد الوطني قادرا على مواجهة التحديات، وهو ما انعكس بدوره على رؤية المؤسسات الدولية ووضع الاقتصاد المصري في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. نتابع. بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، نجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات. وقد نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أوضحت أن إجمالي الاحتياطات الدولية قفز من 16 مليار و700 مليون دولار في العام المالي 2013-2014 إلى 44 مليار و100 مليون دولار في العام المالي الحالي 2021-2022، كما ارتفع معدل النمو من 2.9% في العام 2013 ليتحقق في العام الحالي بنسبة 5%، بينما انخفض معدل البطالة من 13% في 2014 إلى 7% حاليا. أما عائدات قناة السويس فزادت من 5.3 مليار دولار في 2014 إلى 6.6 مليار دولار في 2021، وتضاعف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.2 مليار دولار من 7 سنوات لتصل إلى 8.6 مليار دولار. وخلال رحلة الصعود الطويلة والصعبة والمستقرة، حرصت مصر على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئة الأكثر احتياجا، استطاعت من خلالها التصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا. وبناء على هذه المؤشرات تغيرت رؤية المؤسسات الدولية التي عززت ثقتها في أداء الاقتصاد المصري، من البنك الأوروبي ليؤكد أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموا إيجابيا، ومن المتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري. وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن الإرادة المتزايدة لتطوير عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والإسكان تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية.
ورأت الإيكونوميست أن الاقتصاد المصري سينمو بقوة خلال العام المالي الحالي 2021-2022، خاصة مع التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وستحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت بالسيطرة على معدلات التضخم. إيمان التوني، التلفزيون المصري. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والعربية. صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بأكثر من 1% متجاوزا 10662 نقطة. وارتفع المؤشران الثانويان EGX70 EWI و EGX100 EWI بنسب طفيفة تراوحت حول 1%. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.8 مليار جنيه. قام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بوضع حجر أساس لمشروع تحويل محطة الحمض البرية التابعة للشركة العامة للبترول لمحطة معالجة متكاملة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1 مليار جنيه، بهدف تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت. أوضح الملا خلال زيارات تفقدية لعدد من المواقع والتسهيلات الإنتاجية بمنطقتي شقير ورأس غارب بخليج السويس بالبحر الأحمر أن المشروع يساهم في استيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس، كذلك مشروع تنفيذ وحدات معالجة الصرف الصناعي. ووجه الملا بالتعجيل والإسراع في تنفيذ مشروعات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد وتكثيف برامج الحفر باستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج. بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول وطرح الجهاز مناقصة محدودة للشركات الملخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول بتكلفة 324 مليون جنيه، بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات والبدء في تشغيل الخدمات مع بداية العام المقبل. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بتمويل إنشاء محطات التغطية من خلال صندوق الخدمة الشاملة، وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية. قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن شبكة الكهرباء عادت لعملها الطبيعي وفقا لما كانت عليه قبل نفاذ الوقود في محطتي توليد الكهرباء بدير عمار والزهاني، وجدد شكره لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد الجيش ومؤسسة الكهرباء لبنان على تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية. تصريحات فياض تأتي عقب إعلان مؤسسة الكهرباء بلبنان تدبير كمية من مادة الغاز من مخزون الجيش اللبناني بهدف إعادة تشغيل المحطتين. وأكد مؤسسة الكهرباء لبنان أن الوقود سيتم توزيعه منصفة بين المحطتين. إقبال جماهيري كبير شهده معرض تراثنا في نسخته 3 والمقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية وحتى 15 من أكتوبر الجاري. يشارك في هذا المعرض 1500 عارض من مختلف المحافظات، ويدعم المعرض أصحاب الحرف التراثية ويساهم في تسويق منتجاتهم. المزيد في سياق هذا التقرير. في ضوء دعم الدولة للشباب وذوي الهمم وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدأت فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية. المعرض يشارك فيه 1500 عارض إضافة إلى عدد من الدول مثل الإمارات والأردن والسودان. نستقبل من أي أسرة أي منتج صغير، عملت بيه كارد ب5000 ب10000 وعملت منتج بسيط جدا ومش ما عندهاش مكان للعرض تعرض فيه، فإحنا عندنا في المركز بنستقبل أي حد بدون أي مقابل، ولذلك برضو بنهتم إن إحنا لو في معرض زي كده، يعني أنا جايبة حاجات 15 أسرة معايا، أنا بسوق منتجات ناس كتير جدا ورانا بيشتغلوا بإيديهم، بتمثل كمان إن أنا بمثل الصناعة المصرية، شغل الهاند ميد بتاعنا اللي ما يضاهوش اي شغل في العالم كله بفضل الله. يعني احنا بنقدم النهارده حرف يدويه كتير مشاركين في معرض تراثنا عشان خاطر نساعد الطلبه والمدربين بتوعنا عشان خاطر
كنوع من التسويق يلاقوا مجال في سوق العمل بتاعهم. معرض تراثنا الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري يستقبل الجمهور من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، ويستطيع الزائر من خلاله التعرف على المنتجات التراثية لمختلف محافظات الجمهورية، ويوفر فرص جيدة لتسويق المنتجات. أنا من شمال سيناء وبعرض المنتجات السيناوية زي زيت الزيتون والزعتر والمرمرية والعجوة السيناوي عندنا هنا بنعرض شغل الإكسسوارات، شغل الفضيات، شغل التحف والنجف. شغلنا كله متنوع وفي أسعار يعني متناول الجميع. معرض تراثنا يولي اهتماما كبيرا بمنتجات ذوي الهمم التي تميزت بالمهارة العالية. شمع. وايه تاني؟ اكسسوارات. طيب ها منار. احنا بنجيب الشمع، هو بيقطعه بشرب المبشره الاول، بعد كده بيحطه على النار، هو بيسحبه على حمام ميه وبيصب في الاول. هو بيعرف يوزن الحمد لله، بيعرف يحط اللون، بيعرف يحط كل حاجه، بس انا طبعا لغايه ما يشوف كده بيطلعها، بعد كده بتدي يزينها. ويتوسع تراثنا كل عام ليضم هذا العام أكثر من 1500 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، يقدمون مجموعة متميزة من أفضل المشغولات اليدوية والتراثية، منها الزي التقليدي والخزف والمشغولات اليدوية المختلفة. من معرض تراثنا، لمياء موافي، التلفزيون المصري. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع رانيا محمود. مشاهدين أهلا بكم مجددا. والنشرة الجوية، يسود غدا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف في الليل. وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، ورياح معتدلة والبحر المتوسط معتدل. أما عن سيناء فالطقس مائل للحرارة شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل الحرارة ليلا، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء، ورياح معتدلة والبحر الأحمر معتدل. ونتعرف الآن على درجات الحرارة ونبدأها من مدينة القاهرة. في القاهرة غدا 21-31، الإسكندرية 21-29، في دمياط 24-28، وفي بورسعيد 24-27، في العريش 22-29، رفح 21-28، الإسماعيلية 19-31، السويس 20-32، في مطروح 18-26، وادي النطرون 20-31، وكذلك في المنصورة 20-31، وأيضا في طنطا 20-31، في دمنهور 20-30، سانت كاترين 14-31، الغردقة 24-35، وفي شرم الشيخ 25-34، الفيوم 20-35، المنيا 20-34، أسيوط 19-36، وفي سوهاج 22، والعظمى 38، في قنا 23-40، الأقصر 24-40، الوادي الجديد 20-38، وفي أسوان 27، والعظمى 42، في حلايب 23-32، شلاتين 23-36، أبو رماد 22-36، وأخيرا في رأس حدربة 22، والعظمى 33. نهاية النشرة وهذا التذكير بأبرز العناوين. السيسي يؤكد لرئيس جنوب السودان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، وسيلفا كير ينوه لعدم وفاء أديس أبابا بوعدها استئناف المفاوضات. ورئيس الوزراء يبحث سبل مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية عالمية، ويؤكد اتخاذ إجراءات لتقليل أثارها محلية. وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية بالأردن، وزراء حكومة الخصونة تتقدم باستقالاتها تمهيدا لتعديل وزاري هو الرابع من نوعه خلال عام. والمزيد مصبير.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. في رعايتك.